بعد الصوفية الكتير اللي اتكلمنا عنهم وأشكال وأنماط وتجليات التجربة الصوفية، لازم نتكلم بقى عن شارح الصوفية الأكبر، يعني الشخصية اللي هي قامت بعبء كبير جدا هو تفسير وشرح المعاني التي قالها الصوفية. لأنه هذا الشيخ عبد الغني النابلسي اللي ولد في الشام في أسرة سرية سنة 1050 هجرية وتوفي سنة 1143 أو 43 ومئة وألف، يعني النطق الفصيح للرقم ده معناه أنه جه متأخر، يعني بعد 1100 سنة أو بالتالي حوالي 1000 سنة من الموروث الصوفي وهذا التراث الضخم. فكنا محتاجين لشخص أو ولي أو متصوف من عينة عبد الغني النابلسي ومن نوعه الخاص اللي هنشوفه في هذه الحلقة كي يشرح لنا هذا التراث الضخم جدا. عشان كده احنا مش هنتكلم كتير عن النابلسي قد ما هنتكلم عن كتبه وأعماله. وهو عموما تفاصيل حياته بسيطة وليس فيها الكثير مما يلفت النظر. هو رجل بيشتغل بالعلوم الإسلامية كلها، بالفقه والتفسير وعلم الحديث والفتاوى، وهنشوف بعض أعماله. إنما في حياته الصوفية معاني جميلة لأنه استطاع أن يقدم لنا فهما متوازنا للمعاني الصوفية. هو نشأ في دمشق وكان يعني في بداية حياته متزوجا، ويبدو ان في مشكلة ما حصلت فصرح زوجته يعني طلقها واعتكف عن الناس حوالي 7 سنين. وكان فيما يبدو انه غلبت عليه يعني الاحوال الحزن حتى استطاع ان يخرج. ويقولوا كمان انه في الفترة دي يعني حتى كان لا يخرج لصلاة الجماعة مع الناس، وهذا شيء كان طبعا منكر جدا في هذا الوقت. وانه ترك شعره واظافره ولم يعد يعني يأتنس باي انسان، فهو قانع بخلوته هذه ربما لنوع من التأمل، ربما لشدة الآلام التي لحقت به. ولكن استطاع النابلسي أن يخرج من هذه الأزمة على نحو ما لم يخبرنا به أبدا، وانكب بعد خروجه على الكتب والمعرفة، وقام بتحصيل كم ضخم جدا من العلوم وبكتابة كم ضخم جدا من الكتب، لدرجة أنه في ناس كتير حوله يحصروا مؤلفات النابلسي، فكان ده عذاب بالنسبة لهم لأنه بعض التقديرات أو الحصر لمؤلفاته بيوصل بيها يمكن لحوالي 600 أو 700 كتاب ورسالة. ولأنه كان من الشخصيات المحبوبة أو يعني الناس بتحب تطلع على كتبه ورسائله، فكان بينسخ منها نسخ كتيرة قبل عصر الطباعة يعني. فده جعل انه تقريبا يمكن مفيش اي مكتبة مخطوطات في العالم الاسلامي ما فيهاش نسخة او شيء من مؤلفات عبد الغني النابلسي. خلينا نشوف اولا شيء من شعره، لانه هو عنده اكتر من ديوان شعر مش ديوان واحد. فخلينا نتعرف على يعني تأليفه الشعري من خلال هذه الابيات اللطيفة. يقول: قلب به أيدي المحبة تعبث، وفم بغير هواك لا يتحدث، ودموع عين بل عيون مدامع تروي وتروي عن هواك وتبحث. طبعا دي بيسموه شعر المواجيد، يعني التعبير عن العاطفة، عاطفة المحبة الإلهية، وإن كان يبدو من ظاهر الكلام أنه موجه إلى محبوبة أرضية، بس دي طريقة
يعني معتادة في الشعر الصوفي. ومن شعره أيضا قوله: يا قضاة الغرام كم ذا أقاسي في هوى لين المعاطف قاسي، مت هجرا في حبه وصدودا فاقد الصبر واجد الوسواس. طبعا هذه المعاني يمكن تكون أخف وألطف بكتير من الدفقات الشعرية القوية اللي شفناها عن الشعراء الصوفية الكبار. ومع أن النابلسي الشيخ عبد الغني النابلسي كان له يعني كم ضخم من القصائد، وجمعها يمكن في 3 أو 4 دواوين كبيرة، إنما ما نقدرش يعني نضعه يعني في مكتبة ابن الفارض مثلا ولا جلال الدين الرومي. هو الأفضل أن ننظر إليه باعتباره شارح التصوف. بس قبل ما نتكلم عن شروحاته للطريق الصوفي، خلينا نتجول كده في أعماله الأخرى، يعني مؤلفاته اللي في علوم متعددة، منها مثلا حوالي 5 أو 6 كتب في الرحلات. بس حد يقول يعني طب وإيه الرحلات هيعمل فيها كتب ليه؟ يعني لأنه بيوصف أشكال الحياة اللي كانت موجودة في عصره، وهو كان دقيق جدا. يعني مثلا عنده الكتاب مخطوط كبير كده بعنوان الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز. في هذا الكتاب، وده طبع طبعة طبق الأصل من المخطوطة، يعني هم لقوا من حوالي 10 سنين كده نسخة جيدة من هذه المخطوطة أو مخطوطة جيدة من هذا الكتاب، فطبعت بالتصوير ويستطيع أي شخص إن هو يقراها، ودي حاجة لطيفة يعني، لأن طبعا مفيش هوامش بقى ولا شروح ولا كده، إنما يستطيع القارئ مباشرة أن يدخل إلى النص. فالحقيقة والمجاز من كتبه في الرحلات. وله أيضا حلة الذهب الإبريز في الرحلة إلى بعلبك والبقاع العزيز، اللي هي المناطق اللبنانية أو اللي موجودة دلوقتي في لبنان. وعنده أيضا التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية. هو لما بيروح بلد من دول يقعد بقى يحكي عن الأولياء اللي موجودين والمساجد اللي موجودة والجلسات شكلها إيه. فاستطاع هذا الرجل يمكن من حيث لا يدري أن يقدم لنا صورة اجتماعية في فترة ما عندناش فيها مصادر كتير، لأن طبعا في هذا الزمن المتأخر نسبيا لم تكن الحياة العلمية في العالم الإسلامي أو في الدول يعني اللي بنقول على دلوقتي الدول العربية، كانت طبعا في الوقت ده كانت كيان واحد تحت ظل العثمانيين، إنما ما عندناش مصادر عن طبيعة الحياة في هذا الوقت إلا من هذا النوع أو مثل هذا النوع من الكتب. أيضا النابلسي كتب في الفقه، كتب الابتهاج بمناسك الحاج، يعني بيشرح فيه إيه، وهو رسالة صغيرة يعني مش كتاب كبير، بيقول فيه إيه المناسك اللي مفروض على الحاج يعملها، وبيقتصر على القدر الضروري منها. وعنده كتاب تاني جميل قوي في الفقه، بس هو أشبه بالفتوى يعني، اسمه الأبحاث المخلصة في حكم كي الحمصة. انه احيانا كانت يعني من العلاجات اللي في الوقت ده العلاج بالكي لما يكون مثلا في بثور او حاجة، منها نوع اسمه الحمصة، دي لما تكوى يصلي ازاي، طب يتوضى ازاي، هذه او مجمل هذه الاحكام موجود في هذا الكتاب. ايضا عنده رسالة لطيفة قوي اسمها اتحاف من بادر الى حكم النشادر. مادة النشادر معروفة وبتحدث يعني نوع من الدوار او كده، طب دي احكامها تبقى ايه، يعني هل تدخل في باب مثلا السكر، هل تدخل في باب العلة، هل فبيذكر الاحكام الفقهية. وعنده كتاب جميل قوي في الفقه برضه اسمه اشراق العالم في أحكام المظالم، يعني لما يكون الإنسان عايش في فترة بيسود فيها الظلم فكيف يمكن يعني أن يبحث عن الأمل، فهو إشراق
العالم في أحكام المظالم. وقد يقرأ إشراق العالم عشان السجع في أحكام المظالم. أيضا له الكواكب المشرقة في حكم استعمال المنطقة اللي هي الحزام اللي بيتلف على البطن أو كان يعني بيتلف. وبعدين بغية المكتفي في جواز المسح على الخف في المذهب الحنفي. احنا عارفين الأحناف بيجوزوا عند الوضوء يعني المسح على الخفين، بس ناخد بالنا الخفين دول لأن الناس فاكرة ان الشراب اللي احنا بنلبسه دلوقتي هو ده الخف. لا، الخف ده حاجة اقل من الحذاء واكثر سمكا من الجورب او الشراب اللي احنا بنقوله، وان بتبقى من الجلد، هي دي بس اللي يجوز المسح عليها. انما لو الحاجة بتمتص الماء يبقى لا يجوز يعني الوضوء عليها. ايضا من اعماله تحفة القضية، وفي نسخ اخرى تحقيق القضية، يعني ضبط المسألة. تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية، وتحقيق النصرة في تحقيق النظرة اللي هي حكاية نظرة لك ونظرة عليك يعني وكده. عنده كمان كتاب جميل قوي اسمه تكميل النعوت في لزوم البيوت، بيحكي فيه عن ليه أحيانا بتكون الخلوة أو الاختلاء أو الابتعاد عن الناس من الأشياء الواجبة. أيضا عنده رسالة في مسألة الحشيش، أحكامها إيه؟ يعني معظم الناس الطيبين دلوقتي بيشوفوا أنه المخدرات دي تذهب العقل ما تذهبش العقل، بس هي ما فيش فيها نص زي الخمر. وبالتالي كان على العلماء انه يبينوا في عصر النابلسي احكام الدخان، لان بدأ يظهر طبعا ما كانش السجاير دي، انما كان الدخان اللي هو بيتلف واحيانا بتضاف اليه المواد المخدرة. في هذا الكتاب او هذه الرسائل بيجيب النابلسي على هذه الامور واحكامها الشرعية. ايضا ابانة النص في مسألة القص، وكتاب مهم قوي اسمه التنفير من التكفير. هو لاحظ انه في بعض من اهل السنة بيكفروا الشيعة علشان مسألة زواج المتعة. احنا عارفين ان ده موضوع خلافي، يعني في ناس يقولوا ابيح ثم حرم ثم ابيح الى اخر الخلاف المشهور. بس الخلاف لما بيحتدم بتلاقي الفقهاء ميالين الى تكفير الاخرين. فهو عامل رسالة انه لا، ما يعني يجوز، ده اختلاف في وجهات النظر. فحتى عنوان الرسالة يدل على موضوعها، يعني ده كتاب باين من عنوانه التنفير من التكفير. ايضا الكشف والبيان فيما يتعلق بالنسيان، وله في الحديث وفي تفسير الأحلام. طبعا عنده كتاب مشهور جدا في تفسير الأحلام، وده مطبوع ومتداول يعني منتشر جدا حتى في زماننا الحالي، اللي هو تعطير الأنام في تعبير المنام، يعني تفسير، تعبير يعني تفسير. طب مش هنقدر يعني نستعرض حتى عناوين كتب النابلسي في غير التصوف، فخلونا بعد شوية نرجع لكتبه في التصوف ونشوف كان بيقول لنا ايه وكان بيشرح ايه بالظبط. زي ما قلنا في الجزء الاولاني من الحلقه انه النابلسي، الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنه 1143، له كم ضخم جدا من الكتب. وهذه الكتب باستثناء يمكن أربع أو خمس كتب منشورة هي معظمها مخطوط. فحبيت يعني أنه في هذه الفرصة أنه نتعرف على الرجل من خلال كتبه في التصوف، وفي نفس الوقت نقترب أو نستعرض بعض من هذه النسخ. ويمكن الوقت اللي عندنا يعني بالكاد يسمح بالتعريف بهذه المؤلفات والإشارة إلى موضوعها. مثلا بنشوف مخطوطة السر المختبي
في ضريح ابن عربي. في زمن النابلسي احنا عارفين طبعا ان الشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي دفن في دمشق، وكان الصوفية بيشوفوا ان الضريح بتاعه في معاني وفي اسرار كده بيعرفها يعني اللي بيقترب او بيتذوق او بيستشعر روحانية المكان. فالنابلسي وهو من اهل دمشق يعني كتب عن هذا الامر او هذا الموضوع في هذه الرسالة، وكتب ايضا ودي برضو عندنا فيها مخطوطة اخرى الرد المتين على منتقص العارف محي الدين، انه زي ما في ناس كتير يعني اعتقدت اعتقاد جيد في محي الدين ابن عربي، كان عندنا ناس كتير بتهاجمه. واحنا شفنا من كام يوم كيف ان الامام الشعراني عبد الوهاب الشعراني له يعني مؤلفات في الدفاع عن محي الدين ابن عربي، مش دفاع يعني في شرح ما كان يقصده ابن عربي من كلامه. نفس الشيء بيعملهن النابلسي في هذه الرسالة المخطوطة اللي عنوانها طبعا دال على موضوعها وهو الرد المتين في على منتقص العارف محي الدين. ايضا عندنا من مخطوطات النابلسي اللي بيدافع فيها عن الصوفية هذا المخطوط او هذا الكتاب يعني الذي لا يزال مخطوطا، اللي بيستعرض فيه وبيشرح فيه اشعار الششتري. احنا قلنا من يمكن من اسبوع او 10 ايام كنا بنتكلم عن الششتري وقلنا انه كان شغوف بحياة الاديرة، فكتب اشعار او قصائد يعني فيها مدح للرهبان وسلوكهم وحياة الدعاء والهدوء والسكينة اللي بيعيشوها. فبعض الناس هجمت أبو الحسن الششتري، فوضع لنا عبد الغني النابلسي بعد الششتري بحوالي يمكن 250 سنة هذه الرسالة، وهي رسالة لطيفة بعنوان رد المفتري عن الطعن في الششتري. أيضا من تراث النابلسي المخطوط هذه الرسالة التي جعلها بعنوان التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم. المواجيد من الوجد، انه احيانا الصوفية في مجالس السماع او الانشاد الديني يعني ايه بتنتبههم حالات انفعال، دي بيسموها الوجد، وان المواجيد الحاصلة عن هذا الوجد او المشاعر دي بتحتاج يعني تعريف بيها. فهو مخلي العنوان دال جدا على انه التنبيه من النوم، يعني كأنه بيعمل افاقة للغافلين، فهو التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم. ايضا عندنا هذه المخطوطة ودي في كلام عام في التصوف وبيقدم لنا في يعني علامات للطريق، ومسميها زي ما احنا شايفين الفتح الرباني والفيض الرحماني، ان دي التجليات او الالهامات او الاشراقات الصوفية اللي مر بيها. ايضا من اعماله الصوفية كتاب انوار السلوك. السلوك يعني الاتجاه الصوفي، وهم دايما يعبروا عن الدخول في الطريق الصوفي بمصطلح السلوك. نقول مثلا ايه، فلان سلك على يد فلان، فلان التاني ده هو الشيخ اللي وصله لطريق الصوفية. الدخول بقى الى الطريق الروحي ده اسمه السلوك. فبيحدد لنا برضو النابلسي العلامات الاساسية او المنارات الخاصة بطريق الصوفية. المخطوطة دي يمكن انا اهتميت اني اجيب يعني اكتر من نسخة منها عشان نشوفها مع بعض، لانها بتعالج موضوع دقيق شوية. ايضاح العنوان زي ما احنا شايفين اهو، ايضاح المعنى المقصود من وحدة الوجود. بعض الاولياء شافوا انه هذا العالم غير موجود في الحقيقة، هو موجود بالإعارة
بالنسبة إلى الله، وبالتالي عبروا عن رؤيتهم دي أو شهودهم ده لله في كل شيء بكلام خلى الفقهاء يتهموهم فيه بوحدة الوجود، يعني إنه العالم والله شيء واحد. النابلس بيقول لهم لا في هذه الرسالة، وطبعا يمكن ما يكونش عندنا وقت ان احنا نقرأ منها فقرات، انما خلينا نقول مجملها ايه، انه الصوفي لما بيقول بوحدة الوجود هو لا يقصد الجمع بين الله والعالم، لا، ده هو في هذه الحالة لا يرى العالم، هو يرى الله بس، فالوجود هنا هو وجود الله وليس وجود المخلوقات، فبالتالي مفيش مجال للقول بالاتحاد بين جوهرين، وما الجوهر الإلهي والجوهر المادي المحسوس، لا، ده نوع من الشهود أو الإحساس أو الرؤية، زي يعني حتى في الحياة العادية، ما هو الإنسان الواحد لما بيحب واحدة مثلا أو واحدة بتحب واحد ما بيبقاش شايف إلا هو، فما بالك بقى ولله المثل الأعلى يعني، فما بالك بصوفي عايش عشرات السنين ولا هم له ولا مطلوب له إلا محبوبه، فهو مش شايف هذا العالم، فلما يجي يعبر عن هذا الناس تفهم إن ده اعتقاد مخالف للاعتقاد التوحيد بأنه بيجمع بين الله وبين العالم، وهذا غير صحيح زي ما بيوضح لنا النابلسي في هذه الرسالة اللي بنشوف منها اكتر من يعني كده، عندنا دي المخطوطة التالتة يمكن منها اه. وعلى فكرة كل هذه المخطوطات اللي احنا بنتكلم عنها عشان نعرف يعني كم انتشار اعمال النابلسي من مكتبة واحدة بس، يعني اللي قلناه واللي لسه كمان هنقوله دول كلهم موجودين في مكتبة واحدة فيها مثلا حوالي 4000 مخطوط. امال بقى لو رحنا لدار الكتب المصرية اللي فيها 70,000 مخطوط، ده يمكن هنلاقي يعني مئات ومئات من أعمال وكتابات ورسائل وكتب عبد الغني النابلسي، ومع هذا تظل هذه المؤلفات يعني بعيدة عن الأعين ولا يعلم أحد عنها شيء، ومركونة كده في دار الكتب في نسخ خطية حتى مهتمنيش إن احنا ننشرها. ولما بنقول ان يا جماعة كده ما ينفعش، انه لازم نعرف تراثنا ده، لان ده كتاب العقل العربي، حتى لو كنا بنتكلم في التصوف، ما هو العلم والرياضيات والفلك والشعر والفقه والحديث والتصوف، ما هو ده منتج العقلية العربية، فاذا كان هذا المنتج مش منشور منه الا مثلا 7 أو 8%، يعني بصرف النظر بقى الناس بتقرا المنشور ده ولا لا، بس يعني المنشور او المتاح منه 7 أو 8 أو 10 حتى في المية، ده معناه ان في 90% من تكويننا الذهني والحضاري والفكري والروحي والعلمي احنا مش دارين عنه حاجة، وده جهل يعني او تقصير شديد جدا. خلينا نرجع ل مخطوطات النابلسي الشيخ عبد الغني ونشوف بداية المريد ونهاية السعيد، وده كتاب في السلوك او يعني في اتجاه الانسان الى طريق التصوف، وعندنا دي نسخة وتالي عندنا كمان نسخة من حق اليقين اللي هي الاعتقادات الاساسية اللي بتكون في قلب الصوفي، وزي ما اشرنا من شوية هو جمع بعض اشعاره في ديوان سماه خمرة الحان، الحان اللي هو يعني المكان اللي فيه الشرب، يعني زي الدكان بس اللي بيبيع الخمور يعني، بس طبعا مش مقصود هنا الخمور يعني المسكرات دي، لا هو ده استعمال مجازي، فهو خلى عنوان الديوان عنوان كده لطيف شعري فنسميه خمرة الحان وغنت الألحان. وعندنا أيضا زبدة الفائدة عن الأسئلة الواردة، عندنا رفع الغيب عن حضرة الغيب، إنه الحالة اللي بيبقى فيها الصوفي دي حالات غيبية
وبالتالي في شكوك كتير او في غوامض كتير بالنسبة لغير الصوفية يعني. فهو عمل هذه الرسالة علشان يرفع الشكوك او الغيب عن حضرة الغيب. يعني انا كنت حابب يعني استفيض في الكلام عن اعمال النابلسي الصوفية، انما زي ما احنا شايفين يمكن دي اعمال او رسائل اخرى وكتب ايضا، بعضها كبير وبعضها في صفحات قليلة، بس هي بتبين لنا يعني هذا النص كم من شغال هذا الرجل الذي يقضي حياته كلها كي يوطئ أقدامنا إلى تراث الأوائل، وكأنه بيلفت نظرنا إلى أن الصوفية طول التاريخ ده هم كانوا بيحاولوا يوصلوا لنا رسالة. خلينا بكرة نتكلم عن الرسالة اللي كانوا الصوفية بيحاولوا يوصلوها لينا، ونلتقي.